والآن ليتفضل سيادة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة ومقررها بعرض التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، صدق الله العظيم. يشرفني باسمي ونيابة عن السادة أعضاء اللجنة الخاصة أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقة المجلس في اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة برنامج حكومة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي ألقاه أمام المجلس في جلسته المعقودة يوم الاثنين 8 يوليو 2024، وذلك إعمالا لنص المادة 146 من الدستور، وبناء عليه وإعمالا لأحكام المواد 52 و82 و126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تم إقرار خطة عمل اللجنة لمناقشة برنامج الحكومة. فعقدت اللجنة 11 اجتماعا على مدى 6 أيام متوالية خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 يوليو وحتى يوم الاثنين 15 يوليو 2024، بإجمالي عدد ساعات تزيد على 60 ساعة عمل. وقد حضر أمام اللجنة 29 وزيرا ألقى كل منهم بيانا عن خطة وزارته طبقا لبرنامج الحكومة أمام اللجنة، فضلاً عن حضور بعض السادة نواب الوزراء. وتقدم أعضاء اللجنة باستضاحات واستفسارات للسادة الوزراء ونوابهم بإجمالي 297 مداخلة، وأعطيت الفرصة للسادة الوزراء للتعقيب على ما ورد بهذه المداخلات بإجمالي 38 تعقيباً، فضلاً عن مداخلات المنصة التي وصلت إلى 56 مداخلة. وقد بني التقرير على مقدمة وثلاثة بنود على النحو التالي: أولاً، ألخص برنامج عمل الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات في الفترة من 2024 حتى 2027، تضمنت ملامح البرنامج ومحاوره الرئيسية. ثانياً، استعراض خطة عمل الوزارات في إطار برنامج الحكومة. ثالثاً، رأي اللجنة الخاصة وتوصياتها. وأكتفي هنا بعرض بعض التوصيات المهمة التي وردت بالتقرير. 1. تسمن اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة استم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة. 2. ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يسهم حال تنفيذه في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص عمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. 3. ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها، وهي التوافق مع الدستور،
تحديد الأولويات الوطنية، وضع إطار زمني عام، توضيح مصادر التمويل، ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات. ترى اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة، وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية. شهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة إحياء وزارة الاستثمار مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبعيته لوزارة الصناعة. وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي وتوفير الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة. ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أولويات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة. ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج، ومن بينها مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسؤولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية. ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة. ترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ترى اللجنة ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفقر. ترى اللجنة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية والتي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار. ترى اللجنة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في مجالات الاستثمار المختلفة داخلياً وخارجياً، مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة. ترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة. ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضاً لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي المشروط وسبل التحول إذا ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي المشروط، مع
مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطاً وتنفيذاً دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وختاماً، فإن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية 2024-2027 قد جاء متضمناً للمحددات العامة لأي برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول. وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة السيد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج. واللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري. وفي هذا المقام يشرف اللجنة الخاصة أن تتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللجنة استقدم تقريرها إلى المجلس الموقر وترجو الموافقة على ما انتهت إليه. شكراً سيادة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة ومقررها.